والطالب أحمد عمر باحسين والطالب محمد معتوق منشي. أما الآن مع تكريم الأنشطة والبرامج الرياضية، أولا بطولة السوني بلاي ستيشن فقد فاز فيها الطالب أمير فلمبان، وبطولة البلياردو وحاز عليها الطالب سلمان عبد الله العمري، بطولة مهارات تنطيط الكرة حاز عليها الطالب زايد محمد مختار آل نوح، بطولة الفرفيرة فقد حاز عليها الطالب محمد شتاوي والطالب عبد الرحمن خالد، أما بطولة تنس الطاولة فقد حاز عليها الطالب أحمد الندوي، بطولة الشطرنج حاز عليها الطالب حسين باعقيل، أما في بطولة كرة السلة فقد حاز عليها فريق سنبل بيبر، أما بطولة سداسيات كرة القدم فقد حاز عليها فريق نجوم الغربية، الآن تكريم منسوبي الكلية والعاملين في مجال اللجان والأنشطة الطلابية، الدكتور ناصر سليمان باجبع وكيل الكلية للشؤون التعليمية، الأستاذ عادل أحمد الغامدي، الأستاذ عبد الواسع خلف الجهني، الأستاذ محمد معيوف الرشيدي، الأستاذ محمد هاني زين الدين،
الأستاذ أحمد حامد البركاتي. الدكتور محمود علي الكومي. الأستاذ علي بن محمد شعبر. الأستاذ محمد عبد الله الرشيدي. الدكتور عبد الناصر زين العابدين. السيد جعفر جواهر باشا. وفي الختام أيها الحفل الكريم، نشكر سعادة مدير الكلية على رعايته لهذا الحفل الختامي، ونشكر لكم أنتم أيضا حضوركم لهذا الحفل وتعاونكم مع اللجنة المنظمة لهذا الحفل. ولنا لقاء آخر إن شاء الله فيه احتفالات أخرى ومناسبات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.